بجد الترحيب بحضراتكم. يعني اكيد معايا ضيف كبير جدا دكتور كرم كورد، اكيد هنتكلم معاه في حاجات كتير. هل بعد ما يعني وصلنا كاس عالم والامور بقت جميله جدا وكلنا سعداء بالوصول لكاس العالم، بعض الامور ممكن تكون مش على هوانا في الرياضه بعد خروج، خصوصا يعني بعد خروج قانون الرياضه وبعض الامور اللي ممكن بقى بعد كده مع اللجنه الاولمبيه وبعض الصدمات اللي حصلت من انديه منها الاهلي طبعا وبعض الانديه الاخرى والاتحادات، كلام كتير جدا. خصوصا ان انا لما بقرا مقالات دكتور كرم كردي بشوف ان هو كده ايه، في حاجات او في اعتراض على بعض الامور، وفي ظل طبعا وجوده معانا النهارده هساله على حاجات كتير خاصه بهذه الامور. ولكن طبعا لازم ارحب بيه واقول لك مبروك الاول الوصول لكاس العالم. الله يبارك فيك واهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين سواء اعضاء او مشجعي النادي الاهلي او الأهلي المصريين يعني كلهم. على فكره مش اهلاويه بس اتفرجوا عليها دكتور، هتلاقي من كل حته. انا جاي لابس لك اهو كرافات حمرا النهارده اللي لازم برضه تقول لي عشان نبقى طقم واحد. نور يا دكتور، يعني لاول مره ابقى مع حضرتك برضه في قناه الاهلي، وسعيد جدا ضيف كبير معانا هنا. احنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا، الرياضه المصريه وكره القدم المصريه ومستقبلها. ولكن خلينا قبل ما دام احنا بنتكلم على الاهلي وقناه الاهلي، دايما بنشوفك في مباريات النادي الاهلي خصوصا في المباريات الافريقيه في استاد برج العرب، ده في دلاله معينه على كده يا دكتور ولا؟ هو يعني رغم ان انا ميولي يعني حقيقي للزمالك، لكن انا والدي اساسا كان اهلاوي واهلاوي متعصب، لكن انا طلعت انا واخويا الكبير زملكاويه. يمكن اللي خلاني بقى يعني ابقى قريب من النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وجهزه النادي الاهلي هو الله يرحمه كابتن ثابت البطل، الله يرحمه طبعا. يعني زي ما بيقولوا يعني واحد من اخر الرجال المحترمين. ثابت كان صاحبي جدا وشخصيه طبعا الواحد كان يعتز ان هو يعرفها طبعا. وكان بيتفائل بوجودي في المباريات، واحيانا كان يكلمني ويجيبني مخصوص من اسكندريه. معقوله؟ يعني انتظمت في مباريات كتير، حتى لما كان الزمالك يلعب الاهلي والله يرحمه ثابت واقف جون، كنت اتمنى ان المباراه تطلع تعادل، لا الزمالك يتغلب ولا ثابت يخش في جوان. فاستمرت الحكايه دي وسافرت مع الاهلي كتير، سافرت معاهم تونس، جنوب افريقيا، اليابان، اكتر من مكان يعني سافرت معاهم فيه، وبقيت عضو في النادي الاهلي، عضو عامل من سنه 86 ان شاء الله. جميل. وليه اصدقاء كتير يعني. بتشوف ان الوضع اختلف؟ يعني انت حضرتك بتحكي لي على جزئيه الصداقه ما بينك وما بين كابتن ثابت البطل، الوضع اختلف دلوقتي يا دكتور في حته ان يبقى في واحد ممكن يشد او نجم كبير يشد حد ممكن ما يكونش بيشجع التيم ده ان هو يشجع أكيد. التيم ده؟ لا اكيد طبعا، اكيد طبعا. اصل هو يعني انت العشره والتواجد بتخلق نوع من برضه من الحب، وممكن تصل الى الانتماء. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا لما بقيت رئيس النادي الاولمبي طول عمري بحب النادي الاولمبي لان لعبت فيه وانا ناشئ، لكن ابتدى اشجع نادي الاتحاد كمان. الله يرحمه الدكتور كمال شلبي، استاذ محمد مصلحي، ارتباطنا ببعض، يجي يحضر معانا واحنا نحضر معاه، ده كله خلاك ان انت برضو تبقى حريص على نادي الاتحاد زي ما انت حريص على النادي الاولمبي. وانا يمكن كنت كتبت مقالات كتير ان انا كنت اتمنى ان الانتماء المحلي يزيد عند الجماهير المصريه. بمعنى بالظبط يعني انت مثلا حضرتك لما تروح انجلترا تروح مثلا برمنجهام تلاقيهم بيتشجعوا ايه؟ يا برمنجهام يا استون فيلا يا ويست بروميتش وعم ثلاثه. تروح ليفربول تلاقيهم بيشجعوا يا ليفربول يا ايفرتون. تروح مانشستر يا مانشستر يونايتد يا مانشستر سيتي. ما تلاقيش بقى واحد بقى بيشجع ارسنال ولا بيشجع توتنهام ولا ايه؟ لا احنا للاسف هنا بتروح المحافظات وممكن قوي النادي بتاع المحافظه يلعب ان هو غريب. سواء راح الزمالك او راح الاهلي. اي صحيح.
فانا كنت اتمنى طبعا لان ده برضه هيخلق يفرق في ايه بقى في كره القدم يا دكتور هذا بيتكلم عليه لان فعلا ما تيجي تبص في اوروبا الوضع كده حتى مش في انجلترا بس في الانديه الاخرى يعني يفرق طبعا ان اولا حتى الناشئين هيبقوا عايزين يروحوا النادي بتاعهم ده هيرفع مستوى النادي طبعا احنا عندنا مشكله ان احنا لما بنيجي نتكلم حاليا مفيش جمهور لكن ده كان هيفرق لو قوي لو الجمهور موجود يعني في فرق ان انت لما تلعب ومعاك زي ما بيقولوا اللعيب رقم 12 اللي هو الجمهور بتاعك وان انت تلعب ومعاكش حد كان هيبقى برضو يعني اي لاعب او اي ناشئ او اي حد شايف ان هو ممكن هيبقى لعيب كويس او اهله او مكتشفه او المدرب بتاعه يحب برضو ان هو يوديه في نادي دي قاعدة جماهيري كبيرة صحيح نادي بيلعب في الدوري الممتاز غير لما ان انت تبتدي بقى تاخده بقى واحدة واحدة وحلني لما يوصل او ما يوصلش فاتمنى ان احنا دي هي مش هتيجي بين يوم وليلة لكن هي هترجع طبعا لابو الاندية دي يعني الاسماعيلي برضو بقى الاسماعيلي جاله وقت كان في ناس من بره الاسماعيلية كتير بيشجعوا الاسماعيلي ايام ما كان هو اللي بيلعب في دوري افريقيا مظبوط ايام ما كان في كابتن على بوجريشا وكان في انديه كتير فاتمنى ان ده يعني ما هي برضه بتقاس بقوه الفريق يا دكتور يعني طبعا يعني طبعا يعني طبعا يعني في كل اللي طالعين جداد بيطلع وشايف مثلا الاهلي هو اللي بياخد كل الشباب اللي طالع جديد هتلاقيه اهلي جيلي انا يمكن في كتير زمالك سواء كان في اللاعبين اللي كانوا موجودين او الكابتن محمد لطيف الله يرحمه كابتن محمد لطيف برضه كان له تاثير وتاثير كبير في ان جماهير كتير تتجه الى تشجيع نادي الزمالك صحيح طب خليني بقى اخدك على نقطه دكتور انا من واحد المتابعين لحضرتك خصوصا لما كنت بتقدم برنامج رياضي تناقش فيه بعض الامور الخاصه بمشاكل رياضيه بعض امور خاصه طبعا بالرياضه اولا مقالاتك الاخيره بالرغم ان يعني احنا ابتدينا بنقول بقانون الرياضه وان في فتح خير والدنيا تمام والدنيا هتبقى احسن ولكن فوجئنا ببعض المشاكل الخاصه بسلطات بتروح من وزاره الشباب والرياضه للجنه الاولمبيه وبالتالي اللجنه الاولمبيه بقت هي الى حد ما المسؤوله او المواجهه في اي مشكله مع الانديه يعني حضرتك وانت بتكتب هذه المقالات ايه اللي انت شفته في الرياضه المصريه من نواقص مش عاجبك خليتك تكتب هذه المقالات هو الاول انا يعني مختلف مع حضرتك في كلمه المسؤوليات بتروح من الوزاره لا هي بتصدر من الوزاره للجنه الاولمبيه تمام يعني عارف كان زمان احنا كان معانا لعيب كويس كان اسمه حسين عمر كان لعيب بس كان يجي في الماتش يقول لك ايه ما تبظليش يا حسين ليه يقول لك لا ما انت لو بظت لي هغلط وانا مش عاوز اغلط تمام طب ما انت يا ابني يبقى كده هتضيع الفرقه فهو ده اللي حصل ان هي وزارة الشباب والرياضة واضح ان هي وجدت نفسها غير قادرة على ادارة الرياضة او ان المشاكل اكبر منها او ان هم مش قادرين يواجهوها وبالتالي لما جه يتعمل القانون انا اعتقد انه حصل تحايل على مجلس الشعب وان مش ده القانون اللي هو المفروض كان يطلع لان انك تنقل مسؤوليات جسيمة تخص الرياضة المصرية كلها بالالعاب بالهيئات بما فيها كمان انديه الشركات من مبنى فيه 2000 ولا 3000 واحد سواء بيشتغلوا او ما بيشتغلوش ده ما يخصنيش لكن اكيد عندهم درايه وعندهم خبره بالامور الاداريه اللي تخص الرياضه تنقلها لمبنى فيه 8 تنفار ولا 10 تنفار ما عندهمش خبره اداريه خالص في الامور دي كل خبرتهم المفروض ان هي تتركز في الامور الفنيه اللي هي اللجنه الاولمبيه طبعا دي سقطه ده كلام يعني ما ينفعش ما يخشش الدماغ ده انت كده يعني فعلا خلقت فوضى وهما على فكره المسؤولين اعترفوا انه في فوضى فين في وزاره الشباب والرياضه ولا طبعا في اللجنه الاولمبيه لا طبعا في وزاره الشباب والرياضه قال لك احنا عارفين طبعا الامور وان قانون الرياضه لما هيطلع هيحصل نوع من الفوضى لكن بعد كده بعد 30 نوفمبر هيبقى استقرار استقرار بعد ايه بعد الانتخابات الخاصه بالاتحادات استقرار يعني ايه استقرار ايه على حاجه غلط ما بني على باطل فهو باطل ما ينفعش مبدئيا ان انت تبتدي الهرم من اعلاه ما ينفعش انت لازم كنت تنتهي من الانديه وتديها فرصتها
وبعدين تبتدي تنتخب الاتحادات وبعدين تبتدي تروح للجنة الأولمبية. لكن ان انت كمان تمركز كل حاجة في ايد شخص او شخصين او ثلاثة او اربعة بيديروا الامور كلها حسب اهواءهم، مش ممكن. ده انت تروح اللجنة الأولمبية انت عاوز ايه؟ عايز طعمية ولا عايز فول؟ ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش ان واحد يتشال وبعدين يرجع وبعدين يتشال وبعدين يرجع وبعدين يقول لك لا انا مش هسمع، ايه يقول لك لا الميثاق الدولي، وبعدين في لعبه من الالعاب، وبعدين يجي في لعبه ثانيه يقول لك لا 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 الاتحاد الدولي يخبط راسه في الحيط. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش، ما ينفعش ان انت يبقى عندك نفس الحاله متكرره في اكتر من نادي تمنع هنا وتسمح هنا. ما ينفعش. هو اساسا ما ينفعش ان يبقى فيه لوائح ماشي لكل نادي مختلفة. هذا الاختلاف الغير عادي. هو ينفع ان نادي يبقى مجلس ادارة 4 والتاني 7 وده نادي يسمح باللي معهوش شهادة يدخل، وده ينفع الشهادة متوسطة وده لازم شهادة عالية وده لازم دكتوراه؟ يعني وجهة نظر دكتور ان كان يتم تحديد الامور بشكل رسمي مثلا من اللجنة الأولمبية بالقواعد دي يعني حضرتك بتتكلم فيها؟ انت عاوز ايه؟ بقى اصل هي ولا كل الحرية؟ ما هو انت بقى تقعد تتشدق كأندية هتتشدق بالديمقراطية؟ احنا الديمقراطية لسه بدري علينا عشان نمارسها. سواء في الكورة سواء في الاتحادات الرياضية او في غيرها. لسه بدري، لازم ناخدها واحدة واحدة. لكن نظام الصدمات الكهربائية ده هينتج عنه نتائج، ونتائج للاسف الشديد كلها مؤسفه. طيب معلش سيبك بقى ان الكره وصلت لكاس العالم. ده من عند ربك. تمام. وبركه دعاء الوالدين. والظاهر ان احنا معانا في المجلس حد نيته كويسه. كلكم نيتكم كويسه. واخد بالك ازاي؟ لكن غير كده لا. اللي بيحصل ده تهريج. تهريج تهريج. يعني النهارده في الانتخابات بكره بتاعت نادي اليخت في اسكندريه. النهارده كلموني 2 من المرشحين. ماشي. ناس رايحه تطعن عليها النهارده. تطعنه ازاي؟ هو مش في معيد للطعن، وانت كلجنه المفروض ده تقول له متشكرين يلا مع السلامه. ما ينفعش الكلام ده. ما تقبلهاش اصلا. ما ينفعش. واحد تاني عضو مجلس الشعب مرشح نفسه عاوز يزيح الناس اللي قدامه يروح يقدم ورق ماشي ويروح يضغط على المدير علشان ما يديش الورق المضاد للمرشح نفسه، وبعدين ياخد مجموعه معاه تروح تضغط على اللجنه الاولمبيه. احنا فين؟ احنا فين؟ انت رحت اللجنه الاولمبيه قريب؟ لا ما لا دي ساكنه عسكريه دلوقتي. تروح تلاقي قبل كده كنت بروح الدنيا كانت حلوه وهاديه وجميله دبابه ومش عارف. معقولة؟ مش معقول يا جماعه. مش معقول فجأه كده. مش ممكن. يعني هنطلع من هدومنا يعني؟ طب دكتور يعني انت بتشوف ان اللجنه الاولمبيه غير قادره على اداره الرياضه بالشكل اللي كان مطلوب او مفروض في توقيت احنا محتاجين بعد قانون الرياضه ان واملنا ان الامور كانت تطلع لقدام؟ يعني ده اللي كان في تفكيرنا، الامور ما يبقاش فيها هذه الفوضى اللي حضرتك بتتكلم عليها. اللجنه الاولمبيه ماشي مظلومه او كانت مظلومه. يعني او احنا او انا واحد من الناس تخيلت ان هي مظلومه. بس هو ايه؟ ساعات الظلم يعجبك. فالظلم جه على مزاجك. انت لقيت نفسك متحكم في الدنيا ماشي، متحكم في الهيئات وفي الرياضات. يا راجل ده قانون الرياضه لما تيجي تبص بالنسبه لمجالس اداره الشركات ده تهريج. ده تهريج غير مقبول. والدليل على كده ان في شركات كتير جامعات العموميه ما كملتش. وتعالى اتفرج بقى اي رئيس مجلس اداره مش عاوز حد بقى تلاقيه معلق لك يقول لك ايه ده ممنوع علشان مش عارف كان عنده مخالفه من 19 سنه. ده اصل كان مش عارف ايه، وحصل الكلام ده في نادي الترام، وحصل الكلام ده في سكر ادفو، وحصل في اسكو، وحصل في غيره. يعني انا للاسف كان المفروض اجي لك ومعايا كل المصايب، لكن ما ينفعش لان هي تتعدى ال 500 600 مشكله. حتى اللجنه نفسها لو قلنا ان هي لجنه عادله مش هتقدر تواكب او يعني ان هي تقدر تتحمل كل الضغط اللي عليها. طيب تسمح لي بس يعني